المحل بتاعي ده بيحتوي على منتجات جلدية ونظارات شمسية. طبعا احنا اليومين دول الساحة فيها شغل شوية وشوية كده وشوية كده بسبب الضربة بتاع امبارح. الناس برضو بتأثر، كل حاجة بتحصل في شهر مية بتأثر بيها. الضربة اللي حصلت امبارح في طابة، اول امبارح تقريبا في طابة، طبعا متأثر على السياحة عندي في شهر مية. اهوت الزبون بيخاف ينزل يتمشى في الشهر. دلوقتي انت زي ما انت شايف انا عند محلات دلوقتي اصلا العمليه اصلا بايظه، فاهم انت ازاي؟ قبل الحوار اللي حصل دوت في طابه دوت العمليه كده كده نايمه، والحوار دوت اللي حصل ده اكيد كل البلاد اللي بره عارفين بيه. طبعا اي همسه بتحصل، اي حاجه بتحصل، طبعا الجرايد اللي بره ما بتسكتش، بعدين لو حاجه صغيره اصلا بتكبر هناك، فاهم انت ازاي؟ انت زي ما شايف اصلا الدنيا برضه اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول عمليه ما فيش خالص شغل ولا الهوا. انت فاهم، مش عارف نعمل ايه يعني. انت يعني احكي لنا قبل الحادث كان الرواد عندك كانوا عاملين ازاي، المبيعات عندك والتسويق كان كله شغال ازاي قبل الحادث بعد؟ يعني الحمد لله انا كان اي نعم الدنيا كلها بايظه، بس كنا كان احسن من دلوقتي شويه. اليوم الثلاثه اللي فاتوا دول الدنيا يعني باظت خالص وخربانه. يعني انا عندي عمال مثلا، معلش يعني مش هقدر امشي عامل عشان ما عنديش يعني شغل بقى. هو برضه كده عنده اللي عنده التزامات ومسؤوليات وكده، فلازم يعني ما ينفعش. انت زي ما شايف اهو مفيش حد ماشي في الشارع، مفيش اي زبون ماشي في الشارع حتى اصلا نكلمه حتى. لكن انت عندك السواح بعد الحادثه اللي حصل في طابع اول امبارح، انت شايف الاقبال عندك؟ طبعا مفيش، قليل خالص. طبعا الفنادق حتى خايفين هم اصلا ان هم ينزلوا من احمد. شغال سيلز في شركة سياحة في شرم الشيخ. يعني نتكلم على الأوضاع اللي هو موجودة في شرم، حدث حادث في طابة وفي سانت كاترين. الموضوع كله إن هو بيتأثر عندنا في مصر من خلال الدنيا اللي بتقول أصلا وقعت بسبب المثورات وكده، فالزبون ما عندوش تراست أصلا في البلد، بلس إن الأحداث اللي بتحصل ديت بتخلي الدنيا بايظة شوية. طب السياحة الداخلية الموضوع فاشل، أنا ما برجحوش. اسبابك ليه ان هو موضوع فاشل؟ علشان شرم الشيخ ليها كواليتي معينه من الزبون. الزبون المصري ما عندوش الثقافه اللي هي ثقافه السياحه، الثقافه السياحيه بتاعته ما عندوش احترام للادميه، ما عندوش احترام للشعاب المرجانيه، ما عندوش احترام للطبيعه اصلا، وجاي في الرخيص. فده بيقتل اصلا الناس اللي شغاله السياحه في مصر. كل الناس فاهمه فنادق مفوله يبقى السياحه واو شغاله. لا، هو ده مش ده اصلا، مش دي السياحه اللي فنادق مفوله. فنادق مفوله باوضاع اسعار رخيصه جدا. احنا ارخص النهارده من راس البر وجمصه واسكندريه. الساحل احسن مننا بمراحل، رغم ان احنا كنا رقم واحد معانا. دلوقتي في شرم السياحه المصريه اللي جايه كلهم جمعيات اهليه، كلهم نقابات مش عارف ايه، مع احترام كامل احترام ليهم، بس هو مش دول اللي ينفع يجوا شرم الشيخ، او لسه قدامهم شويه على ما ياخدوا الثقافه انهم يجوا شرم الشيخ. انا الواضح عندي حاليا يعني انا على المستوى الشخصي بقى 4 ايام ما اشتغلتش، المفروض انا شغال مع مصريين وعرب. لما فيش شغل انا مش قادر اتعامل مع الزبون. الزبون جاي بس وصل البرايس، ملوش دعوه بالسيرفيس، ما يعرفش حاجه اسمها كواليتي او سيرفيس. خايفين من اللي بيحصل في البلد؟ اكيد خايف من اللي بيحصل، واكيد ده زي ما قلت لك. يعني هو موجود طابه كان من 3 4 ايام امبارح سانت كاترين، فاحنا مستنيين الدور علينا. في دعوه امنيه وفي بس كله عارف ان هو شرم يعني الستيب اللي جاي.